المسألة مش مسألة فراق، ولكن دي دواعي الأشواق. هذا بكاء العاشقين المشتاقين اللي هم بيقولوا إيه؟ مكتوب كده ليهم شعار حلو قوي: وتبكيكم عيني، وتبكيهم عيني وهم في سوادها، ويشكو النوى قلبي وهم بين أضلعي. عشان كده أفضل تدريب ممكن يدربك على الصبر اللي احنا فيه دلوقتي، اللي هو الصيام اللي احنا بنعمله طول الأيام اللي فاتت دي. فاطمئن، اللي حصل لك انت جواك دوت وانت بتصوم خلاك مؤهل ان انت تصبر. فانت بتصبر على الامتناع من الطعام والشراب عشان تتعلم انك تقدر تتخلى عن اي شيء، حتى الاشياء اللي انت متصور ان انت بتقدرش تعيش بيها حياتك. انت بتقول ايه؟ احنا بنعيش عشان لقمه العيش. اهي لقمه العيش ما بتاكلهاش، لكن بتعيش بمين؟ بالله. وحياتك هتستقيم طالما ربنا سبحانه وتعالى بيمدك بمدده. وربنا ما جعلش الصيام دائم عشان تعرف ان اخر الصبر جبر وفرج. فالحمد لله على درس الصوم، ودرس الحمد لله على درس الصبر. الصبر يا سيدي بيخلي الواحد حاسس ان كل حاجه ممكن تهون الا البعد عن من؟ الا البعد عن الحبيب الاجل سبحانه وتعالى. وعشان كده تعالوا نجرب مع بعض تجربه العيش بسلام الصبر. خلينا نقول في شهر رمضان اللي بيكتر فيه الصدقات واعمال الخير، فمع كل صدقه وكل خدمه انت بتعملها ايه اللي حاصل؟ خليك ما تبقاش حريص ان انت تسمع كلمه الشكر، بس خليك حريص ان انت تقبل على الله وتقول له: يا رب ارضيت عني؟ يا رب ارايت انني مشتاق اليك، مشتاق الى ان تعرف انني احبك. فتزود دواعي الشوق في قلبك عشان تبقى مركز دايما على معاملتك مع الله، ولا تنتظر النتائج ونتيجة المعاملة دي هتكون ايه. تاني حاجة انت لازم تعملها عشان تزيد الصبر عندك: ما تحاولش بقدر الامكان ان انت وبتعمل الحاجة تفضل تتابع الوقت تتابع الوقت. ولذلك من الحاجات اللي بتبوظ الصبر عند الناس متابعة اللايكات ومتابعة الحاجات اللي موجودة على السوشيال ميديا. مش احنا سألنا ليه الصبر قل عند الناس؟ مستنيين كل لايك، مستنيين كذا، فالناس بقى صبرها قليل. لكن انت حاول تقضي وقت في خدمة كبار السن، سواء من أهلك أو من جيرانك أو في دور المسنين، وتتعامل معهم بين الصبر ده، وتتعلم منهم الصبر والحكمة، وتتعامل معهم بصبر وحكمة، فتدخل في دايرة الصبر والحكمة، لأن من أكتر الحاجات اللي توصل للحكمة الصبر. تالت حاجة: كل يوم بعد ما بعد كل طاعة تعملها، سواء صلاة أو قراءة قرآن أو أي طاعة أخرى، خليك تناجي الله سبحانه وتعالى، تناجي الله سبحانه وتعالى، تقول له: يا رب اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلني يا رب من الصابرين. ويا سلام بقى لو قلت دعاء الوصول لسلام الصبر وتقول لمولاك: ماذا؟ يا سلام أفرغ علي صبرا حتى لا أتعجل ما أخرته، ولا أستبطئ ما عجلته، وأنر بصيرتي حتى أرى فضلك وكرمك علي فيما أعطيت وفيما منعت، وفيما بسطت وفيما قبضت، وفيما فتحت وفيما طلبت مني أن أطرق فيه الأبواب. اللهم يا من جعلت الصبر بابا من أبواب النظر، وبابا من أبواب شراب شهدي الصدق، أسألك أن تجعلني صادقا صابرا، وأن تجعلني في زمرة الصابرين، وأن تجعلني مع الصادقين. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، اللهم إني أسألك أن تكتب لي ثواب الصابرين في كل عمل وفي كل وقت وحين، يا رب العالمين. يا سادة، احكوا لنا تجاربكم مع سلام الصبر، وأظن هتكون تجارب كلها مليانة نور ومليانة مدد ومليانة فتح ومليانة كمان رجولة. اللي عايز يدخل في قوله تعالى: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، يلا يمشي في طريق الصبر ويدوق سلام الصبر عشان يدوق حلاوة الرجولة والإيمان والصمود والبقاء في حضرة مولانا يمدنا بمدده. يا رب أمدنا بمددك يا رب العالمين.